الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أهلا ومرحبا ومربحا بمشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة. اوعى تسيب باب الحمام مفتوح. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه، في بعض الأمور يا جماعة التي تساعد على التخلص من الطاقة السلبية وبتضعف الشياطين في البيت، فلا بد من نظافة دورة المياه بشكل مستمر والتخلص من الروائح الكريهة، تنظيف دورة المياه وتطهيرها قبل النوم، أيضا الحرص على إغلاق باب دورة المياه باستمرار. والنبي علمنا دوت، النبي أمي صلى الله عليه وسلم، عن عدم تعليق أي ملابس في دورة المياه، لأنها لو بقت لليلة واحدة كاملة في دورة المياه ستمتلئ بالطاقة السلبية وبالتالي يصعب التخلص منها إلا بعد إن احنا ممكن نحطها في الشمس 72 ساعة تقريبا. الملابس المتسخة يجب أن تكون في سلة في خارج دورة المياه، بتعمل لها دولاب مثلا لوحدها، لو في دولاب دلوقتي اسمه دولاب الغسيل. أيضا يجب إبعاد العطور عن دورة المياه وعدم تبخير دورة المياه. أيضا عدم التحدث داخل دورة المياه لأي سبب كان. لكل شاب أو لكل فتاة تبكي أو يبكي في الحمام فذلك بمثابة دعوة منك وترحيب لدخول الشياطين ولتلبس الجن بجسمك وبالتالي التأخر في رزقك وفي زواجك وفي متاعب في حياتك وفي كثرة المشاكل والإحساس بالحزن من دون أي سبب، وربما كان ذلك سبب للإصابة. يعني كل كام يوم كده افتحوا النوافذ والابواب وشغلوا سوره البقره، ويا حبذا لو كانت كل يوم سوره البقره، يا ريت نشغلها في بيتنا كل يوم، مش هنحط لها كمان مواد، لا شغلوها كل يوم. ايضا بخروا المنزل بالحبه السوداء لطرد الشياطين والجراثيم، بخروها والنوافذ مفتوحه عشان ما تدخلوش. ايضا لا تكسروا من المرايا في المنازل، وجعلوا افضل مكان للمرايه عند مدخل البيت. قراءه سوره الملك قبل النوم فهي المنجيه، بفضل الله عز وجل. ايضا عدم الاستيقاظ من النوم وقبل النهوض نقول الاذكار على المهنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، ونسال الله عز وجل ان يحفظ بيوت المسلمين وأن يحفظ آباء وأمهات وأبناء وأزواج وإخوان المسلمين يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يرعاكم برعايته وأن يصرف عنكم فسقة الجن والإنس. قولوا أمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق، نفعنا الله وإياكم بصالح الأعمال.